في البوينت بعد السيدات والسادة عضوية التجمع المهنيين السوداني تحية خالصة. نحدثكم اليوم نحن شعب السودان في المدن والقرى شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب. ونحن نعلم أنكم عندما اخترتم هذه الدباجة نفسها لتصدير إعلان الحرية والتغيير لم يكن ادعاء منكم بتفويض من كل مواطنة ومواطن سوداني أو بأن عضويتكم تشمل الشعب بأجمله، بل اخترتم هذه الدباجة إيمانا منكم بضرورة مصلحة هذا الشعب بكل مكوناته فوق كل مصلحة خارجية أو داخلية أنانية. ها نحن اليوم نأتيكم منطلقين من همنا المشترك بمصالح المواطنات والمواطنين وأهداف ثورتنا المجيدة. السيدات والسادة، لقد نشرنا في الأول من يناير لهذا العام إعلان الحرية والتغيير بمبادئه الثورية وبنوده الثلاثة والمهام التسعة للحكومة الانتقالية قابلة للزيادة والاستيعاب لجميع هموم وطموحات الشعب السوداني وغير قابلة للنقص أو النقصان. طبع نشر إعلان الحرية والتغيير توقيع عدد من الأجسام السياسية والمطلبية والفئوية عليه، وتشكلت منهم إعلان الحرية والتغيير قحط. باتت قوة إعلان الحرية والتغيير صوت الإعلان في مراكز السلطة، وكنا نحن جنود الإعلان في الشوارع والجماهير الداعمة له وللسودان الجديد الذي نسعى لبنائه على هذا الأساس القوي، إيمانا منا بآليات العمل الديمقراطي ودورنا كجماهير في تصحيح مسار العملية السياسية مضى رأينا فيها ابتعاد عن أهداف الثورة السودانية وإيفاء لعهدنا المشترك بتحقيق بنود الإعلان التي تواثقنا عليها. نخاطبكم لنوضح التالي: 1- ليس القوة إعلان الحرية والتغيير التي عاهدتنا على مواصلة كافة أساليب النضال السلمي حتى التنحي التام للبشير ونظامه دون قيد أو شرط أن تستبدل العهد بما نراه الآن من تنحي البشير واختصام السلطة مع نظامه. وعليه نرفض وجود اللجنة الأمنية للبشير في حكومة سودان الثورة بأي مستوى أو بأي شكل. ونذكر قحط بأن المحادثات مع اللجنة الأمنية بداية كانت مباحثات لتسليم السلطة من خصوم الشعب إلى ممثلي الشعب، ومتى جعلتموهم شركاء وجعلتم منها مفاوضات اقتسام حكم السودان بينكم كان فراغ بينكم وبين الثورة. ليس القوة إعلان الحرية والتغيير مستهلة بذكر أطياف الشعب السوداني كافة أن تخفي عن هذا الشعب تفاصيل العملية السياسية التي تؤسس لمستقبل بلادنا، إنما شهدناه من إخفاء للاتفاقات والاجتماعات حتى بتنا نستقصي واقع ثورتنا من الفضاءات العالمية والتسريبات الداخلية، وأمر مرفوض. نطالب قحط بالشفافية التامة مع كافة تفاصيل العملية السياسية بدءا بوجود نشرة دورية عن مسار التفاوض أو غيره من أدوات تسليم السلطة، ونشر كافة المواثيق المقترحة لسماع رأي جماهير الثورة فيها قبل الرد عليها رفضا أو إيجابا. ليس لقوة إعلان الحرية والتغيير التي وقعت ميثاقا وعهدا هو إعلان الحرية والتغيير يحمل 9 مهام للحكومة الانتقالية أن تتناسى هذه المهام وتختزل أهداف الثورة في غصاص شهدائها، وكأنما لم يكن للشهداء ورفاقهم مطالب خرجوا من أجلها. لقد خرجنا للشوارع لمطالب نبيلة وقلنا إن الردة مستحيلة، لهذا نرفض بشكل قاطع أي وضع يستبدل أساسنا القوية المتمثل في إعلان الحرية والتغيير باتفاقيات هشة تبعدنا عن مطالب الثورة والثوار. بناء على ما سبق نسلمكم هذه النسخة من إعلان الحرية والتغيير ميثاقنا وعهدنا الثوري، ونجدد التزامنا به والتزامنا بمواصلة النضال من خلفه ومن خلف كل من يعمل من أجل تحقيقه ودحر كل محاولة خسيسة لتشويهه أو صلب السلطة من الشعب الثائر. ونؤكد أننا سنظل بالثوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا. والتحية لجميع الشهداء وشكرا. مدنية 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 جنجويد ثورة جنجويد رباطة ثورة باعوا القضية ثورة وإحنا ناس شفادة ثورة عاملين رصدية ثورة يدي الثورة.
ثورة ترجم الفساد، ثورة ترجم الوساطة، ثورة القوس الني، ثورة يوالح اللصاطة، ثورة ينكب الكلام، ثورة مستبو المشاطة، ثورة دفعوا لك كم، ثورة عشان تقليب دم، ثورة اشترك بكم، ثورة عشان تقليب دم، ثورة ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم العسكر قتل الطالب، دم العسكر قتل الطالب، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم الكوز قتل الطالب، دم الكوز قتل الطالب، وما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، دم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، دم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، دم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، دم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع أنا لي مطالب، ما راجع وأنا لي غصاص، ما راجع وأنا لي غصاص، ما راجع وأنا راكب راس، ما راجع وأنا راكب راس، كيف أرجع وأنا لي غصاص، كيف أرجع وأنا لي غصاص، ما راجع وأنا راكب راس، ما راجع وأنا راكب راس، كيف أرجع وأنا راكب راس، كيف أرجع وأنا لي غصاص، دم الشهيد الراح لابسنه نحن وجاه، مكتوب عليه وعديل فليسقط السفاح، دم الشهيد الراح مكتوب عليه وجاه فليسقط السفاح، دم الشهيد الراح مكتوب عليه وعديل فليسقط السفاح، سلمية سلمية محكومة حزبية مدنية مدنية محكومة حزبية مدنية مدنية محكومة حزبية مدنية مدنية محكومة حزبية. طيب يا سوار يا سايرات، باسم تجمع المهنيين السودانيين احنا اول شيء بنشكر فيكم الثورية المنتهت، واحنا دائما بنقول انه الثورة دي مستمرة، يعني ما حتنتهي بتكوين حكومة انتقالية او حتى بالانتخابات القادمة، لان الثورة دي ثورة مفاهيمية، ثورة قيم، ثورة حتعمل على تأسيس سودان جديد. عشان كده احنا معاكم في ذات الطريق، العهد بيننا هو اعلان الحرية والتغيير، هذا هو العهد بيننا وبيكم، إعلان الحرية والتغيير، مبادئ إعلان الحرية والتغيير، بنود إعلان الحرية والتغيير، وإحنا مصممين على تنفيذه بكامل البنود والمبادئ فيه. ده العهد ليكم، إحنا ما حنحيد عن المسائل دي أبدا أبدا، وإحنا معاكم في غلب المعركة وغلب الشارع، لأن الثورة دي لو ما وقفنا كلنا مع بعض الثورة المضادة حتصحى وحتنتصر بصورة ما، وإحنا عزمنا العهد إنه دماء الشهداء ما حتضيع سدى ولا حتضيع هدر،
لأنه دفعوا أغلى ما يملكون، تضحيات غالية جدا جدا جدا. عشان كده إحنا معاكم في ذات المسار، في نفس المسار، إنه دماء الشهداء والقصاص منهم لابد أن يتحقق عاجلا أو آجلا. لو أخذ مننا الأسبوع، لو أخذت مننا المسألة أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنوات، لابد أن تتحقق العدالة في يوم ما. وأيضا ينطبق المسألة دي على المفقودين، إحنا الحريصين جدا إن المفقودين نعرف عنهم ونعرف أين هم وماذا حدث لهم، ومن حق أسرهم وأصدقائهم وزملائهم وزميلاتهم اعرفوا وين هم وحصل لهم شنو. إحنا نعاهدكم كلنا مع بعض، لأن المسألة دي بس ما تجمع مهنيين، كلنا نعمل مع بعض حتى تتحقق أهداف الثورة. إحنا معاكم في ذات الخندق، في ذات المسار، وما حنحيد عن المسألة دي. يوم تجمع المهنيين ذاته يعني يحيد عن المسألة دي، بتلقونا واقفين معاكم نفس الوقفة دي، بنخلع ذاته، بنتحرر من التنظيمات الجابتنا، الاتحادات الجابتنا، النغابات الجابتنا، وحنكون في الشارع معاكم. دي ما فيها اثنين ثلاثة، لأنه إحنا شاهدنا وشفنا، وشفنا الصدق، صدق الثوار السائرات من أبناء وبنات الشعب السوداني، وكيف إنهم ضحوا، وكيف إنهم مصممين إن السودان ده يتغير نحو الأفضل، نحو الأجمل، وطن يسع الجميع، وطن يشبه كل السحنات بدون أي تمييز. ده ما حيتحقق إذا إحنا ثورتنا دي خمدت ولو للحظة. عشان كده ذات الوقفات دي إحنا بنشجعها، وإحنا سعيدين بها بالمناسبة، سعيدين بها جدا جدا، وما عايزين إنها تقيف في أي لحظة. أنتوا شعرتوا إنه فعلا في تجمع المهنيين ما ماشي في التراك الصحيح، في المسار الصحيح، تجوا وتقيفوا هنا وتسلموا مذكرة، ومذكرة أقوى من دي وشعارات أقوى من دي، لأنه ده العهد بيننا، ميثاق الحرية والتغيير. فعلا إذا حاد تجمع المهنيين عن هذا الميثاق، إحنا بس قدامنا الشارع، قدامكم الشارع، ما أكتر من كده، لأنه ده حق. التظاهرات، المواكب السلمية، الوقفات، الاحتجاجات، الاحتصامات، حق مشروع. وفي ذات الوقت يعني أيضا لجان المغامرة تستمر في الأعمال اللي بتقوم بها، تستمر في ذات النهج، وأيضا بالنسبة للاتحادات الطلابية تستمر وتقوي من وجودها في الجامعات، خلال التوعية، خلال استقطاب كثير من الأفراد اللي كانوا دائما بيقفوا على الحياد، اللي كانوا بيتخوفوا من المؤتمر الوطني، وخاصة اللي بيقولوا لك إنه إحنا عاوزين استقرار الجامعة، لأنه إذا ما صوتنا للمؤتمر الوطني حيعملوا مشكلة، حتكفل الجامعة إلى آخره. لا بد من القضاء على هذه ومواجهة هذه المفاهيم السالبة في الجامعة، وبرضو إنه نتصدى للتحديات دي. لكن إحنا معاكم، والمذكرة دي أكيد حيتم إلى أعلى درجات، مش الفحص، الاهتمام يعني. وكويس إنه المجلس عنده بكرة اجتماع كوميتين، بكرة إنه بكرة في اجتماع لمجلس التجمع، فحيناقشوا فيه المسألة دي، هذه المذكرة، وإذا في أي جهة ممكن يردوا لها، ممكن إذا ما في البيان حيطلع، بيان حيطلع يعني. معانا اخونا الريح الصادق، محمد الصادق، وهو المسؤول عن العمل الميداني، ممكن برضو يقول لكم كلمه. دي مطالبكم واضحه، انه ما عايزين محاصصه، العهد بيناتنا انه ميثاق الحريه والتغيير. قبل الكلمه عندنا سؤال، قبل الكلمه عندنا سؤال، ممكن الريح لا سؤال موجه لك انت. في بوستات يعني في الفيسبوك تتكلم عن المفقودين او عن التطوير المهني، انه في مفقودين في التطوير المهني او في التدريب المهني، سوري، اللي هي شرق النفق. الناس مشت تتاكد من الكلام ده، الدعم السريع منوع ومنع الجيش. هل الدعم السريع هو اصبح القوه المسيطر على كل الافعال في الدوله، هو اللي بيقدر يمشي الناس، هو اللي بيقدر يعمل اي حاجه؟ هل هو عنده سي والاوردر على القوات المسلحه، ولا او على تجمع المهنيين ذاته؟ هل ممكن تجمع المهنيين يطلع زي ما زمان بطلع بوستات الناس تمشي مواكب يوم الاحد والثلاث والخميس، يطلعنا سيدي بوست انه احنا نمشي التدريب المهني ونشوف المفقودين فيه ولا ما في، طلع لنا مليونيه او موكب زي ما زمان كان بيطلع، اللي بيمنع شي ناس يطلع مليونيه او موكب؟ ليه التجمع يتناسى الموضوع؟ الموضوع الجانجوي طبعا معروف، يعني الموضوع ده انه حاليا بالامر الواقع هو مختطفين البلد،
يعني هم حاليا بسياسة الامر الواقع قاعدين مستقيم بفاصل الدولة كلها. لكن اللي علينا هنا في المكتب بتاع الميدان بتاع تجمع المهنيين عنده اجتماع برضو بخصوص القضايا الحاصلة دي كلها لكل المذكرة بتاعت الالتزام بميثاق الحرية والتغيير، القضية بتاعت المفقودين، هم بيجتمعوا بخطوا فعاليات عشان تعكس الحاجة دي. الحاجة الثانية الموضوع بتاع الشفافية، في مؤتمر صحفي بعد نتواصل مع السكرتارية بتاع التجمع المهنيين هيعلن له عشان نرد على كل الحاجات دي بشكل إعلامي بشكل كامل للإعلام وللمواطنين من خلال الصفحة برضو هيتنقل. هل خطوات فعلية تم اتخاذها للمحاكمات بالشهادات؟ دي ممكن نرد على المحاكمات. طبعا احنا امام تحدي حقيقي. الأجهزة، ودائما بنقول المسألة ايه يعني، ننتظرك يا شو تايم والله والله الكلام دائما عثمان الذي مهمه لانه دي بتتعلق بالعداء. دي السلامة. مسألة المحاكمات، وهل حيتم محاكمة الناس اللي ارتكبوا المجازر دي واجرموا في حق الشعب السوداني بالسرعة المطلوبة، دي مرتبطة بمسألة العدالة. واحنا عندنا العدالة الانتقالية بنرى هي الأنسب للتطبيق. الناس لما يسمعوا العدالة الانتقالية بيفتكروا انه هي دي يعني انه ما حتكون في محاكمات. لا، حتكون في محاكمات، لأن العدالة الانتقالية عندها آليتين، المحاكمات وآليات غير قضائية. المحاكمات جزء من الآليات الغضائية. إحنا عشان يكون فعلا في محاكمات عادلة لابد أن يكون في إصلاح مؤسسي يا جماعة. يعني المؤسسات العدلية الحالية لا يمكن أنه الثقة فيها بحيث أنه تقدم لنا عدالة حقيقية، سواء كان السلطة الغضائية أو النائب العام. أكون صريحين معاكم، لابد أن يكون في إصلاح جذري يعني لمسألة التحقيقات. عشان كده إحنا حتى التحقيق اللي بيقوم به النائب العام حاليا ما يتعلق بمجزرة 29 رمضان 3 يونيو، إحنا رافضينها بغض النظر عن نتائجها، لأنه بنرى إنه ما هي الآلية المستقلة والنزيهة الممكن فعلا تصلينا لنتائج حقيقية مهما كانت النتائج بتاعتهم. يعني عشان كده إحنا رافضينها ورافضين نتائجها مسبقا قبل ما يتم إصدارها. دي من ناحية بنشوف إنه إصلاح النائب العام مهم عشان يكون فعلا في وكلاء نيابه مستغلين نزيهين يقوموا بالتحقيقات ويكون عندهم الصلاحيات انه حتى يحققوا مع الاجهزه الامنيه، يكون عندهم صلاحيات يحققوا مع الاجهزه الامنيه، يصلوا للمعلومه في اي مكان، يحققوا مع القوات المسلحه، مع الدعم السريع، مع اي شخص. وده في ظل النظام الحالي ما بيحصل. السلطه القضائيه تم افسادها بالكامل. احنا عارفين انه في قضاه وطنيين شرفاء في داخل القضائية، وعارفين انه في وكلاء نيابة شرفاء وطنيين، لكن اكيد القضايا دي ما بخطوها امامهم. عشان كده احنا بنرى انه مسألة العدالة عشان تتحقق بالصورة الفعالة لابد اولا من اجراء اصلاح مؤسسي في داخل المؤسستين، النائب العام والسلطة القضائية. اذا ده ما تم احنا ما حنتوقع انه فعلا انه ممكن تحقيق عدالة، وانه الدم قصاد الدم نقدر نحققه بصورة عدلية بصورة منهجية وبصورة سليمة. دي الحاجة المهمة. عشان كده احنا فعلا بنستعجل تكوين الحكومة المدنية ويتم الشروع في إصحاح القضاء، يتم الشروع في عمل إعادة هيكلة السلطة القضائية من قمتها لتحت. خاصة رئيس القضاء الحالي يجب أن يسهب. هذا رئيس القضاء اتضح انه هنالك شبهات حتى في فضل الاعتصام انه تم ونواب الاثنين، يعني من النواب كان بنجلياء رئيس القضاء في شبهات حوله، وده سبب قوي انه يمشي لانه فقد الوجود الاخلاقي ناهيك عن العدل. بيتم استدعاءه عشان يوافق على يفضل الاحتصام، وهو ما نفى الحاجه دي. المكتب الفني طلع بيان خجول جدا جدا. النائب العام السابق الوليد طلبنا انه يستغيل وما استغاله، في النهايه ابعده، وده في النهاية ده الثمن اللي بيدفعه أي إنسان في أي مكان في أي سلطة قضائية أو نيابة عامة إذا وضع نفسه تحت إمرة السلطة التنفيذية.
في النهاية بيتم التخلص منه. رئيس القضاء الحالي غير مؤهل لا أخلاقيا لا قيميا إنه يكون موجود، ويجب عليه أن يسب اليوم قبل بكرة. بنقول الكلام ده. كذلك النواب بتاعينه، النائب بتاعته من البؤس بمكان أنا بمشي لزملاء في السلطة القضائية هي محتجة إنه كيف نجي ونقابلهم في مكاتبهم، كأنه المكاتب دي هي مسجلة في اسمها أو اسم واحد من أهلها أو زويها، وده حق الواحد يمشي لأي زميل له في أي مكان وفي أي زمان. فهي نائب لرئيس القضاء من البؤس بمكان يجب أن تسب. وهم بالمناسبة نقلوا كل القضاء اللي كانوا في محكمة الخرطوم شمال، نقلوهم وجابوا قضاء آخرين موانين للمؤتمر الوطني، عشان لما تجي المساءلات وتجي مسألة حتى محاكمة بعض الرموز يكونوا أمام ناسهم. جابوا قضاء موانين للمؤتمر الوطني، عشان كده إحنا القضائية بالتحديد محتاجة لإصلاح مؤسسي يبدأ من فوق. رئيس القضاء الحالي يجب أن يسهب، نوابه يجب أن يذهبوا، وبعد ذلك يتم اختيار رئيس قضاء من القضاة الوطنيين الشرفاء عبر نادي القضاء، يتم ترشيح من نادي القضاء أو حتى من خارج السلطة القضائية إذا نادي القضاء وافق على ذلك. وإحنا بالتالي كده بنكون أسسنا لقضاء مستقل. النائب العام الجديد لما يجي أكيد هيعمل إصلاح في داخل النائب العام، وبالتالي التحقيقات هتكون تحقيقات نزيهة ومستقلة مع الحكومة الجديدة مع تكوين الحكومة. لا الحكومة الجديدة الحكومة مدنية. خلينا ننتهي من مسألة العدالة دي لأنها مهمة جدا جدا، لأنه لو ما كان عندنا قضائية مستقلة وقضاء مستقل ونزيه، وعندنا قبل ذلك نائب عام ونيابة عامة فعلا نزيهة، إحنا ما حنحقق العدالة. وإحنا ما عايزين نخزل دماء الشهداء، ما عايزين نخزل أسرهم أصدقائهم أقاربهم جيرانهم. عشان كده مصلحة الإصلاح المؤسسي في السلطة القضائية والنائب العام مهمة جدا جدا جدا. سؤالك شنو؟ كيف حيتم إصلاح المؤسسة القضائية في وجود المجلس العسكري في السلطة السيادية؟ هو ممثل لرأس النطاق. لا ما حتكون في مشكلة، ما حتكون في مشكلة. ما بعد ذلك إحنا لما تكون في حكومة سلطة مدنية وحتى مجلس السيادة ما بيتخذوا القرارات بالدلتين. بعد ذلك ده ما الشفافية اللي بتتكلموا عنها أنتوا دي، إنه من الواقف ضد الإصلاح المؤسسي وما هي الأسباب. إذا كان مثلا المجلس السيادي ما وافق إنه يكون في إصلاح للقضاء، وهم بالنيابة المجلس السيادة في الوثيقة الدستورية عاوزين هم يعينوا رئيس القضاء عشان يجيبوك أنت ويجيبوا النائب بتاعه فلان وعلان ويجيبوا النائب العام أيضا، ودي إحنا رافضينها. لا يمكن أن تتم بالصورة دي. إحنا كده بنكون فعلا هزمنا الثورة وهزمنا مبدأ الفصل بين السلطات والصلاحيات المفروض يعني إنه السلطة القضائية تقوم بها بنزاهة وباستقامة. لكن باختصار شديد ما لم يكون في إصلاح في السلطة القضائية وفي النائب العام ما حيكون في عدالة بالنسبة لنا إحنا أولا، وللضحايا أسر الضحايا والمفقودين وللناجيات من الاغتصاب والناجين من التعذيب إلى آخره. فلا بد من الإصلاح المؤسسي. عشان كده العدالة ما حتتم بين يوم وليلة، بتحتاج هي عملية بروسيس، بتحتاج لوقت. فإحنا نصبر عليها لما يكون عندنا المؤسسات. وبالتالي أي إنسان فيكم عنده قضية أنا لا أنصح إنه يقوم بتقديم الآن حاليا في ظل الوضع الحالي. لما يكون فعلا في إصلاح مؤسسي وتكون في مؤسسات نستطيع إنه نسخ فيها، دي مسألة مهمة جدا جدا. السلام عليكم أستاذ إسماعيل. تجمع المهنيين لما بدأت الثورة شهر 12 تقريبا للمواطن العادي الما متابع للحياة السياسية ما كان بيعرفه، أو كل الناس يعني بتعرفه بتعرفه حاجة بسيطة إنه في تكتل اتعمل للاتحادات المهنية. نحن حاليا بالشكل بتاع الدار اللي اتعمل ده أنا واحد من الناس شخصيا عكست لي كأنه صورة بتاع التنظيم سياسي عادي، فطلع من حتة إنه يمثل أي مواطن وأي مواطن ينتمي له. ليه اخترتوا الشكل ده؟ ليه تجمع المهنيين ما يكون هو اتحاد عام نقابات السودان ويكون مسؤول من كل النقابات وكل الاتحادات المهنية؟ تاني حاجة القانون بتاع النقابات، نحن حاليا حاصل حسي عندنا يعني مشكلة كبيرة جدا في المؤسسة بتاعتنا، انه دارين يعملوا لنا النقابة بتاعت شنو؟ بتاعت المنشأة اللي هي بالقانون الموجود، والدولة العميقة شغالة في الحاجة دي وما قادرين نوقف الحاجة دي، عاملين لهم لجنة تسييرية بعد 45 يوم حيعملوا النقابة بتاعتهم، يعني حيكونوا طلعوا مننا النقابة بتاعتنا. تجمع المهنيين ليه
ما يمشي ويستلم اتحاد نقابات عمال السودان ويشتغل لنا في قانون النقابات عشان نقدر نثبت الجزء اللي قدرنا نثبته من الثورة وبعد كده أي حاجة ممكنة. الأخ الريح طبعا في المنشورة طلع أمس من وزارة العدل ممكن تقول بشوفي لموضوع النقابات موضوع النقابات ده متعلق بقانون 2010 اللي هو فكك النقابة المهنية وحولها لنقابة منشأة. الموضوع ده عشان يتم محتاج لمراجعة. النقابات هي أجسام أهلية ما بتخضع للسلطة التنفيذية، ولا حتى احنا في حكومة انتقالية حنقول والله يا اخي نجيب قانون نلغي قانون 2010 بجرد قلم او نحل نقابات القانون 2010 بجرد قلم، لانه حتى في العرف والقانون الموضوع ده يعتبر خطأ دستوري. يعني اللي حنعمل انه يعني احنا بنضغط في انه نجمد الاتحادات دي، بنضغط في انه نشيل منظمة المسجلة منظمات العمل، نحل الاتحادات والاجسام النقابيه اللي قاعده دي من دستور ومن قانون هي ذاته، لانه برضه ممكن تتحلى من قانون هي ذاته، نكون لجان تسييريه وفي نفس الوقت تكون تمهيديه، لانه نفكك المغابات بتاعت المنشآت ونمشي للنقابات المهنيه. قصه انه احنا نمشي نستلم الاتحاد عام نقابات السودان، فبنكون يا هو قاعدين نواصل في نفس النظام القديم اللي هو بتاع نقابات المنشآت. أنا إحنا دارين اتحاد عام نقابات السودان ده لما يكون معبر اتحاد عن نقابات مهنية حقيقية، ما نقابات منشآت أو ما جسم معزول جسم فوقي قاعد بشكل معزول عن النقابات المهنية الفعلية. كونه تجمع المهنيين بقى عنده مقر هي دي حاجة ضرورية، يعني عشان نعمل مثلا اجتماع المجلس ده، لا عشان نعمل اجتماع المجلس ده نحن نتكلم عن 15 أو 17 أو 18 جسم، كل جسم عنده عدد من الممثلين. عشان نعمل اجتماع المجلس ده ممكن احنا نرحل من بيت لبيت، لازم يكون حته دائمه اقلها هسي نيم جزء منها الوقفه دي. يعني اذا كان لسه تجمع المهنيين ما عنده مكان ثابت، فانت بتقدر تتواصل معه. ابسط حاجه اللي تتواصل عبر البريد بتاع الصفحه يعني كواجهه اعلاميه، لكن عندك هسي بقى عندك القدره انه انت تيجي بشكل مباشر تتواصل مع تجمع المهنيين. عاوز اضيف انه فعلا كلامك البيان الصدر من قرار اداري رقم 11 سنه 2019 من وزاره العدل، اللي هو بيتكلم عن انه فعلا خلال شهرين تكون الانتخابات وتكوين لجنه كده، كلكم عارفينه. صدر بتاريخ 10/6، ده كانه لم يكن، ما عنده. هم الناس دي بيحاولوا انه يستبغوا الاحداث، كلامك صحيح، بيحاولوا يستبغوا الاحداث. ما هو زي انه يقوم المجلس العسكري يعين لك رئيس قضاء ويعين لك نائب عام ويعين لك كده، ما دي كلها استباق للاحداث يعني. او يعملوا تنقلات في وزاره الخارجيه، عملوا تنقلات كثيره على اساس انه كان وزير الخارجيه القادم ما حيقدر يعمل حاجه، او انه اذا خرجوا او طلعوا او حيلوا الى المعاش يحالوا بامتيازات الى اخره. دي كلها هي يعني هم بيضعوا كده العرب امام الحصان، يعني بيحاولوا يستبغوا احداث كثيره يعني يفرضوا بها الامر الواقع، زي ما حاولوا قبل كده انهم هم كانهم هم رؤساء السودان وتمثيل خارجي الى اخره، لان كل الاشياء دي بيتم معالجتها في المنشور. انا عارفك انت بتقصد المنشور ده رقم 11 الصدر من وزاره العدل، عشان كده وزاره العدل نفسها هي محتاجه لاعاده هيكله ومحتاجه لاصلاح يعني. فكل المؤسسات دي عشان كده احنا فعلا احنا بنستعجل تكوين الحكومة المدنية حتى إنه كل الأمور تعود إلى نصابة تدريجية، ونستطيع إنه فعلا نحقق أهداف الدولة المدنية، وأهم من ذلك إنه مبادئ وبنود إعلان الحرية والتغيير اللي تواصقنا عليه جميعا. وده عهدنا معاكم يا شباب، ده عهدنا معاكم، وعلى بشرط إنه المظاهرات ما تقيف، المواكب ما تقيف، المليونيات ما تقيف، وإحنا بنكون معاكم في الشارع. عندي كومنت واحد. نحن الحاجه اللي محتاجينها بجد في الشارع، انا مثلا واحده في الشارع ما عندي اي انتماء سياسي، لكن محتاجين حاجه واحده بس، شفافيه مطلقه. يعني التجمع ده جزء من الشارع، جزء مننا، نحن نعرف الغرف يعني المغلقه دي بيحصل فيها شنو بالضبط. يعني نحن ما عايزين كلام منمق، ما عايزين يطلعوا لنا والله لقد توافقنا، نحن عايزين كلام الشارع العادي ده، نحن ناس عاديين، حصل كده كده كده، فلان قال وعلان قال، يعني عايزين نعرف بالديتيلز الحاصل شنو، عشان نحن ذاتنا ثقتنا فيكم من قبل ما انتوا تكونوا جسم ظاهر وكنتوا جسم مجهول، نحن كنا واثقين فيكم، فعايزين الثقه دي تكون مواصله ونحن نكون عارفين نحن ماشيين مع منو.
شكرا بوينت تيكن. شكرا. تفضل يا تعالي قدام عشان شوية. قلت انه عاوز المواكب ما تجيك والمليونات والمليونيات ما تجيك، وكان في لقاء سابق معاك قمت قلت انه تجمع المهنيين ما مسؤول من اي موكب ما بيعلن عنه في الصفحة حقته، وفي الفترة بتاعت الاسبوعين اللي فاتت تجمع المهنيين ما اعلن عن اي موكب، بيعلن عن وقفات وبيعلن عن يعني كلها عبارة عن مقاومة باردة، ما موكب ما في تسيير مواكب، ما في مطالبات هنا، ما في اضراب. فكيف احنا نعمل مليونيات وانتو يعني اعلاميا بتقولوا انه انتو ما بتدعموا الحراك بتاع المواكب، وفي نفس الوقت يعني احنا حنواجه القوى الامنيه برانا؟ لا، هو ما عشان كده احنا بنقول انه المواكب بنعلن عنها احنا في تجمع المهنيين او هو اعلان الحريه والتغيير، دي هي دائما بتكون معتمده بالنسبه لنا، يعني لانه انتوا زي ما عارفه كان ظهرت دعوات لمواكب كان فيها علامات استفهام كثيره، يعني ودي يعني لانه في الثوره المضاده يعني بتحاول انه بصوره او باخرى انه تعمل على تشويش الرأي، بالرغم انه الثوره دي هي ثوره وعي او كده، لكن في نفس الوقت بتجينا يعني انه استفهامات او أسئلة كثيرة، هل الموكب ده تابع ليكم ما تابع ليكم؟ نعم، إحنا لما نتحدث عن إنه المواكب ما تجيف ما هو بنتحدث عن الجداول اللي بتطلع، عن الوقفات اللي بيتم الإعلان عنها، عن الأربعينية مثلاً، عن المفقودين إلى آخره، دي كلها ما بنعلن عنها وإحنا ما عايزينها تتوقف بصورة أو بأخرى. في داخل الأحياء طبعاً مستمرة المسألة بتكون متروكة لتقدير لجان الأحياء، ما إحنا هي العملية في النهاية هي عملية بتاعت تشاركية بين لجان الأحياء مجتمعة أو التنسيقيات اللي بتكونهم وبين تجمع المهنيين في داخل الأحياء. أمس هنا في بري هنا في امتداد ناصرة كانت في مسيرة ليلية في داخل الحي وشيء كده، فحاجات زي دي هي برضو بتكون كويسة، بتنشط الناس، بتوري، بتذكر إنه الثورة موجودة إلى آخره، لكن إحنا ما بنعني إنه الناس ما يطلعوا في الشارع يعني إذا كان عاوزين على مستوى الحي، لكن المليونيات والمواكب الكبيرة، التظاهرات، الوقفات دائما إحنا بنعلن عنها بوضوح شديد يعني، والثورة مستمرة يعني، هو حراك يعني، أسعى أنت وجودكم هنا ده ما جزء من الثورة وجزء من الحراك يعني، يتحول لمؤتمر صحفي لكن إحنا كنا سعيدين إنه نكون معاكم. نعم، تفضل يا مولانا. بس ميال خصوصك يعني اتكلمت عن العدالة، إنه لو حصل إصلاح في القضاء والنيابة العامة هيكون في أمل في العدالة، لكن إذا عندك لسه مؤسسة أمنية corrupted وبتعمل تماما إنها تعيق على العدالة دي، هل حيكون في عدالة فعلا في غياب؟ تاني سؤال بالنسبة للمغاردية، من أبرز إنجازات التجمع كان درس الأجور، فأنا ما قدر أفهم إنه في يعني بلد زي دي وتجمع بتاع النقابات عمل مغار فخم زي ده في حتة زي دي، يعني المغار حبابه لكن ما هنا وما بالفخامة دي. طيب الثالثة الحرية والتغيير، قلت انتم ملتزمين بدون حد الان، البند الاول اللي هو ازاحه النظام كاملا، البشير مشى، جزء من الناس مشوا، اللجنه الامنيه لسه قاعده ماسكه اهم حاجه تركز الامنيه كلها بمؤسسه باستثماراتها بشركاتها، كيف يعني كنيسه تقريبا كنيسه البند الاول بس مقارنه بالمقتضيات دي كم في المية حقهم منه مع وجود الاجهزه الامنيه في هذا النظام السابق؟ طبعا احنا انه الان نكون واقفين الوقفه دي ده انجاز يعني، هو جاء عن طريق التضحيات، عن طريق انه الاجهزه الامنيه ذاتها ما تصد لنا بذات القمع بذات الصوره اللي كانت قبل المليونيه كانوا بيصدوا لنا كثير من المخاطبات الليليه اللي اعلنا عنها قبل 30 يونيو كلها إما تم احتلال الميادين أو تم احتلالات أو ملاحقة الناشطين أو في دولة جانا المقاومة. الآن بفضل المليونين وبفضل التضحيات إحنا في الوضع ده، كل المخاطبات اللي قاعدة تتم في الأيام اللي فاتت في مختلف المناطق سواء كان في الخرطوم أو قرية الخرطوم تمت نتيجة للتضحيات الشهداء وتضحيات الثوار والصائرات يعني، فده نقلنا يعني نقلنا خطوة لقدام. صحيح إنه ما زال المؤتمر الوطني ومتمكن من كثير من مفاصل الدولة يعني، ولكن جاء لتلقوا للبطء في السياسات اللي بتقناها المجلس العسكري يعني، يعني حتى المستشارين بتاعين معروف إنهم كلهم معظمهم من المؤتمر الوطني
فهي دي مسألة فعلا انه بنحتاج انه نسرع الخطة لتكوين الحكومة حتى يتم فعلا تفكيك, ودي موجودة يعني في الاتفاق السياسي تفكيك, انه تفكيك 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 منظومة المؤتمر الوطني ودولة التمكين, يعني دي ما جاية في السياق بتاع السياق الإصلاح المؤسسي وسياق الحرب, مسألة الحرب والسلام. وحتى الآن الحركات المسلحة عندها رؤية, الجبهة الثورية عندها رؤية, فالمسائل دي كلها بتتم في إطار شامل إنه كيف إنه نتعامل مع الأجهزة الأمنية, كيف يتم تعامل شامل عشان ما تتكرر المسألة دي, مش بالنسبة للأجهزة الأمنية يعني, حتى بالنسبة للدعم السريع يعني الناس بيحتاجوا إنه بكل صراحة وبكل صدق إنه يشوفوا كيف الدول في المنطقة دي, حتى إنه لا نعيد المسألة بتاعت الانتهاكات اللي كانت بترتكبها الأجهزة الأمنية. مسألة مهمة جدا العدالة فعلا, إنه في وجود الأجهزة الأمنية إحنا لما يكون عندنا قضاء مستقل ونائب عام مستقل ويقوموا بمهام ما بكون فيه احتغال, الاحتغال بيكون خاضع لحكم القانون, يعني أنت ما بيجيك أي وبتاع عام بيحتغلي, لا بيجيك 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 بيحتغلي ما عارف. أنا ما عشان كده بقول لك إنه لما تيجي الدولة المدنية دي ما بتكون من حياتها الأساسية, إنه ما في احتغال يتم إلا بأمر من النيابة أو بأمر من القاضي, يعني فول ستوب. أي احتغال بعد ذلك بيكون احتغال تعسفي, والشخص التام قام بالاحتغال أو المؤسسة يتعرضوا هم نفسهم للمساءلة. ما في زمان كان في حاجة إنه أي شخص في السودان, شوف السودان ده عشان تعرف إنه رجع كيف, إنه أي شخص بيحتغل خلال 24 ساعة لازم بجسمه يسهر قدام القاضي, يسهر قدام القاضي عشان القاضي يتحقق ويعرف انه هذا الشخص موجود فعلا وما يتعرض لتعذيب وما يتعرض خلال 24 ساعة. اذا ما تمت المسألة دي بتكون في مخالفة, فاحنا دي القيم اللي عاوزين نرجعها تاني, ندي السلطة القضائية والنائب العام في انه الاحتغالات تكون بواسطتهم, انه الامر بيطلع منهم الا في الجرائم المطلقة, شخص عاوز يرتكب جريمة طبعا في حاجة اسمها جرائم مطلقة قدامه بيتم احتغاله يعني, لكن عدد ذلك ما بيتم احتغال الا بامر من النائب من النيابه او من قاضي. دي احنا التحوطات الممكن نعمل على محاربه ومناهضه الاحتغال التعسفي. اضافه لكده انه الفتره الانتقاليه لازم يتم السودان ينضم ويصادق على اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله الغاسيه واللا انسانيه والحاطه للكرامه, لازم ننضم لها وبالبروتوكول بتاعها. البروتوكول بدي الشخص المتضرر الحق انه يشكي الدولة اذا الاجهزة العدلية في البلد فشلت في انه تنصفه, فدي كلها حتكون موضوعة يعني في السياسات المستقبلية عشان ما يكون في احتغالات, ما يكون في استبداد, ما يكون في غف, وفعلا احنا نقدر الحريات نستمتع بها. يعني ما ممكن يعني انه اي واحد بتاع امن او بتاع شرطة يجي يحتغل اي شخص لانه مشيته ما عاجباه او لانه لبسه ما عاجبه, وكلها في النهايه اتضح انها هي كلها مسائل كيديه. فدي الحاجات اللي احنا بنقدر نضمن بها الحريات ومستقبل السودان, وبالتالي حتى انه الاجهزه الامنيه جهاز الامن والمخابرات مهمته تكون محدوده, جمع وتحليل المعلومات ما اكثر من كده, عنده معلومات عن اي شيء يوديه للشرطه للنيابه العامه ده اللي يامروا بالاحتغال او لا يامروا به, ودي حاجه ثانيه. في موضوع المغاربة بس عشان النقطة الأخيرة, شايف إنه في جبهة بتاعت فساد المغاربة طيب انا فهمت وجهه نظرك, المغار ما عملوا التجمع, هو عغار ملك لواحد مواطن سوداني عادي في فتره انه احنا بنفتش الحته نقعد فيها ونجتمع فيها, هو تبرع بالحته دي لمده سنه, يعني ما في جار للموضوع ده, ما في مقابل اي مقابل مادي. انا بس اسمه ما قادر اتذكره, لكن احنا ما عندنا القروش يخلينا اجيب في قاعد نسيت. ممكن تجي في مؤتمر صحفي عادي, لانه ممكن فلان فلان اذا هو وافق, يعني اذا هو موافق, لانه في كثيرين بيتبرروا يا جماعه. حتى انتوا لو لاحظتوا هو لحد الان ما خشينا في موقع سلطه عشان نبقى بنشيل في قروش, صح؟ يعني لسه احنا نشوف هذا الفساد على التجمع لسه ما جاء.
لسه يعني زي ما ماشي توضيح. فلما تكون في مثلا حكومه هو جزء منها او مرشح فيها كفاءات بعد ذاك ممكن نتكلم عن الموضوع ده. لكن لحد الان هو جسم طوعي نغابات موازيه ما عنده اي ارتباط مع سلطه او غيره. بس دي نقطه. حتى لو لاحظت انه حتى في التجمع اساسا ما بيستلم اموال نهائيا. ده مبدا راسخ يعني من اي جهه. وفي هؤلاء الوطنيين الشرفاء والخيرين بيتبرعوا يعني حتى انه بعربات مرات او بتوصيل او كده. ولاحظتوا انتم في ميدان الاحتصام يعني انه في كان حاجات كثيره بتحصل يعني، لكن في التجمع ما كان عنده يد فيها يعني. الناس بتبرعوا بيجي وبيقدموا شو الكلام عن الحكومه المدنيه المستغربه. هل هو الحريه والتغيير شايفه انه الحكومه المدنيه تجي بمسار التفاوض مع اللجنه الامنيه للنظام؟ لانه الحاجه دي لو صح انه هو الحريه والتغيير بتفتكر انه الحكومه المدنيه المرتقبه اللي طالب بها الشعب بيتم تحقيقها بالتفاوض مع اللجنه الامنيه لنظام البشير، يبقى عارضنا اول بند في اعلان الحريه والتغيير اللي هو اسقاط الطمح الفوري للبشير ونظامه دون قيد او شرط. نظامه ده مش هو اللجنه الامنيه اللي البشير لما جاء عوض من عوف في البيان الاول قال ان احنا اللجنه الامنيه شفنا في التلفزيون كيف 200 بيجوا شركاء هم في الثوره ناس اللجنه الامنيه لنظام البشير، وكيف هم ممكن يعملوا حكومه مدنيه يعني. في الموضوع بتاع اسقاط الحكومه ده، في ديسمبر الناس لما طلعت الشارع كان في رهان واحد انه القيادات النزيهه او الافراد النزيهين في الجيش السوداني يتحركوا قصاد القيادات الفاسده القاعده عشان نظيل النظام. لما كان بنتكلم عن اسقاط النظام كان الحقيقه خاتلنا في بالنا، ما اظن كان زول ما قاعد يفكر فيه انه ممكن الجيش ينحاز، لانه التظاهرات ذاتها الاساسي فيها انه دايره توصل الناس لكتله حرجه نسقط بها النظام من خلال الحراك من جوا المؤسسه العسكريه. في 11 ابريل حصل الانقلاب وفقدنا المؤسسه العسكريه بتاعت الجيش ذاتها في عضو مبارك. بعد 11 ابريل بقينا في انه الاعتصام هو وسيله ضغط دوليه على النظام القاعد. يعني احنا بعد موضوع الجيش انتهى ب 11 ابريل بقينا في شنو؟ في انه المجتمع الدولي والاجسام بتاعت حقوق الانسان المفروض هي التمارس الضغط في انه البلد تنتقل لسلطه. ليه قلت الجيش انتهى؟ بس في ناس شرفاء في الجيش تتامل عليهم. ما يلا انت هسه بتقدر تامل عليهم؟ ما بقدر هسه بقدر اعمل. نكون صريحين. ليه سبب بسيط؟ ليه ما كانش مجلس السياده زي ما تنكهرب ليه قبل السبب يعني؟ قبل ليه عملت عليهم يعني اولا؟ نقطة قبل يعني قبل البشير يعني لانه قبل يكون في انقلاب، قبل يكون في انقلاب. انا فاهم الانقلاب ده غير منه غير ثلاثة اشخاص، البشير وابن عوف وقوش، ده الناس المؤثرين كانوا في العملية العسكرية. ستيل حميدتي قاعد كان مؤثر في العملية العسكرية، قوش ستيل شغال من الخلفية، الناس كلها فاهمة كلامي تماما انه قوش شغال في الخلفية، المتورطين بكل قياداته شغالين في الخلفية، الكلام مفهوم للناس تماما. المنطق بتاع محاورة اللجنه الامنيه بيشيك في مثل مسار بتاع انه الناس مفروض تمشي. نقطه الجيش واحده من حاجات اللي هي القصه بتاعت تفضل الاعتصام دي. نعم. انت بتتكلم عن انه احنا نامل على قيادات نزيهه جوا الجيش، طيب احنا ما كنا قاعدين. طيب ماتوا مننا كم؟ وين قيادات الجيش؟ بعد ذاك اللي حصل الاحتلال بتاع الخرطوم. اصلا يا لحظه بس انا ارد لك على النقطه دي. الاحتلال بتاع الخرطوم برضه القيادات النزيهه اللي ممكن تامل عليها دي كانت موجوده اذا افترضنا انها هي موجوده لسه او عندها القدره ذاتها انها تقوم بالفعل. وانت لما تتكلم عن القوات المسلحه بعدين انت شايف انه القوات المسلحه بقى وضعها عامل كيف؟ بقيت بتمارس في ضغط سياسي عبر الجماهير عن انه بتعبر عن مطالبها، بتحاول تتواصل مع موضوع الاعلام، ودي واحده من الحاجات اللي كانت حاصله. لانه حتى بعد قطع النت احنا بقينا نفتش لوسائل بديله انه نقوم بعمل اعلامي صح؟ بقينا في قصة المجتمع الدولي، المجتمع الدولي وصلك لنقطة محددة إنه في وساطة لواحد اثنين ثلاثة وسلطة لنقطة بتاعت إنه أنت عندك سلطة عندك سلطة عندك سلطة ما يلا أنت بتقدر عشان ما تتجاوز الأحداث ما بتجاوزنا. أنت لو رتبت الموضوع ببساطة بيتضح لك إنه موضوع الجيش أنت فقدته، حتغير بشنو؟
ليه انا قلت فقدت الجيش على اساس شنو يعني شيخنا شفنا الموضوع لا انا اتكلم عن المفاوضات بديت قبل فضل اعتصام انت بديت المفاوضات قبل فضل اعتصام بعد الانقلاب بعد الانقلاب ما كان قبل الانقلاب يعني ما كان جوش قاعد مثلا او كان البشير قاعد والمفاوضات بدت حصل انقلاب جيش حصل المفاوضات بدت جوش قاعد جوش كان رئيس الجهاز لا ما كان كان عضو المجلس يعني طيب ما كان عضو المجلس هو لما بدت المفاوضات والناس قالوا يزيح جوش كان لا 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 ما حصل ما حصل. انت راجع 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 الموضوع فبتبقى القصه انه وصلنا لمرحله انه بقينا مع المجتمع الدولي يعني خلي زول يكمل بيبقى احنا قاعدين في قصه بتاعت المجتمع الدولي احنا البرهان ما لو كان صغير بنعمل المجتمع الدولي اكثر من الشعب طيب سؤال انت داير احنا مش تدي فرصه طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا في تقديري انه اذا الناس كان ممكن يفاوضوا كان ممكن يبدا المفاوضات من ديسمبر من بدا معليش لو سمحت معليش لو سمحت انا احمد بشير شغال في الكهرباء مهندس في الكهرباء اقول لك انا بقول انه لو الناس كانوا يسيروا في مسار التفاوض كان ممكن يبدا مسار التفاوض من ديسمبر من بدايه الحراك لو الناس شافت انه والله يا اخي بدايه الحراك ما كان البشير خاضع للمفاوضات افتكر 22 فبراير البشير دعا مباشره وعلانيه بعد اعلان حاله الطوارئ للتفاوض وخضع تماما للشارع انه الان مستعد يفاوض الناس والشباب لو فرصه التفاوض كان ممكن تكون بتحقن دماء زي ما الناس قاعد تتكلم عن حقن الدماء كان ممكن يبدا 22 قبل فض الاعتصام وقبل المظاهرات تزيد التفاوض مع البشير كويس انا بتكلم عن منطقك انت في التفاوض اذا بتتكلم عن منطقه التفاوض انه كان ممكن يحل مشكله التفاوض مع البشير كان اولى من التفاوض مع حميدتي التفاوض مع البشير كان اولى من التفاوض مع الناس الفضوا الاعتصام بالنسبه لك اذا البشير قتل قبل فض الاعتصام مثلا نقول 60 70 80 نفر الان انت حميدتي قتل لك في مجزره واحده مئات فانت ما منطقه التفاوض كان منطق انه الله ياخذ ده نظام فاسد وقاتل ومجرم استيل النظام قاعد فاسد وقاتل ومجرم المنطقه اللي انت بدات بها التفاوض مع برهان وحميدتي هو نفسه كان قائم ايام البشير ما في منطق بخليك انك تخلي البشير ما تفاوضه وتفاوض الان برهان بالعكس الان الوضع بتاع التفاوض كان اصعب بدليل انكم انتوا اشترطتوا بعد فضل الاعتصام 6 شروط ما تحققت منها ولا شرط ورجعتوا للتفاوض سرا وعلنا بدون ما تخطر الشعب السوداني شكرا لك هاي مش كده يعني هو ما دي وجهة نظر انت بتفترض انه كانه انه لو افتراض انه لو تم التفاوض مع البشير كان ايدا ما عارف انت اللي كان حيحصل ما كنت عارف اللي حيحصل في المستقبل شنو دي كلها افتراضات يعني بعدين هسه انه اين الناس الان يعني هل هم في وضعية افضل ولا يتطلعوا لوضع افضل ده السؤال الحقيقي يعني اذا كان الناس بيتطلعوا لوضع افضل ولانه تحقق المدنية وعبر التفاوض الجاري الان حتى مع ما يسمى باللجنة الامنية اذا ما تم احنا قدامنا شنو ما قدامنا هو الشارع والثورة مستمرة زي ما قلنا يعني ما في احنا صحيح يمكن يكون في تاخير في تلكو في تباطؤ وفي البعض الثورة المضادة حاولت انها تزرع اليأس في نفوس الناس لكن هي ثورة حية ومستمرة وما لم انها تصل وتحقق اهدافها ما حتتوقف ولا حتتوقف بتشكيل الحكومة المدنية ولا حتتوقف حتى لو المجلس السيادي كله مدنيين ما لم انها تتحقق مطالب الثورة واحنا زي ما قلنا لكم العهد بيناتنا هو الكلام اللي قلتوه انتو اعلان الحرية والتغيير اذا احنا فارقناه احنا حنفارق اي حاجة يعني حنكون معاكم في الشارع يعني مش انتو حتفارقونا واحنا بنقول لكم يعني احنا ما حننتظر حتى الوقت داك برانا حنمشي وحنقول بنفس الشفافية التطبيقية بها احنا يا جماعة وصلنا لطريق مسدود احنا الان نترجل وشوفوا اي جهة اي نغابة اي تكوين حزبي اي كتل تغود المسألة دي وانه احنا دي قدرتنا وده الشيء اللي قدرناه وحتى الان حاولنا ما استطعنا ووصلنا للحد واحنا معاكم في الشارع فقط احنا عندنا لغاء في ميدان الشرقي لجامعة الخرطوم مع الطلاب وما اعرف اذا في طلبة اكيد بيكونوا ماشيين واحنا ماشيين هناك شكرا لكم وان شاء الله نلتقي والدار دي يعني انه كثيرين جو واجتمعوا هنا كلهم من انصار السنة جو والتقوا بالناس هنا مجموعات كثيرة جات والتقت بالناس لجان الأحياء لجان المقاومة بيجوا هنا الاتحادات المهندسين الأساتذة فالدار مفتوحة يعني مش يعني التجمع المهنيين منه ما هو
ناس الكهرباء، ناس الموية، الاتصالات، الناس زي الدار دي مفتوحة ومرحب بالجميع. وهدى العهد بيناتنا يا جماعة، إعلان الحرية والتغيير زحينا منه. احنا برانا، احنا برانا بنمشي، برانا بنمشي. شكرا لله. حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب. 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 كيف ممكن تبعين المفاوض نظام انت عاوز تصفه؟ حرية سلام وعدالة. أبداً أنا أي تفاوض نعرف على الشمال، نعرف على الشمال، ما تعرفين على الشمال، ورينا نعرف على الشمال، اقتراحي كأر، اقتراحي كأر.